بدي تعليق سريع من حضرتك. وشفنا بيان بدنا نعزي نعم اول شيء تعزيه من القلب حقيقيه وجدانيه للشهيد لعائله الشهيد عصام العبد الله، وبنتمنى الشفاء العاجل لكل الصحفيين اللي اصيبوا اليوم. وهيدا هالشيء مش غريب عن السجل الاسود اللي العدو الاسرائيلي دائما بيرتكب جرائم وبيصيب الابرياء، وهيدا هالصوره اللي عم نشوفها اليوم واللي شفناها للشهيد واللي والجرحى. نتمنى انها تنتقل للصحافه العالميه ويشوفوا الاجرام الحقيقي اللي عم بيصير. يعني يا ريت يا دولة الرئيس، لأنه كل اللي عم بيصير بغزة ما عم يقدروا يشوفوه، عم المجتمع الدولي عم بيشوف بعين واحدة وبنظرة واحدة. سأبدأ دولة الرئيس معك لحتى ما كتير نعمل راوند أبيت ونطول. هيدا ست سمر مش جديد، هيدا نعم، بس هي الحقيقة هالشي مش جديد بهالتاريخ الإسرائيلي والتاريخ الدول العالم كليتها، اللي هي دائماً تقيس الأمور بمعيارين ومقياسين مختلفين. فهالمعيارين لو كان من اليوم الأول في معيار واحد يعتمد في العالم ويعتمد في فلسطين لكانت حلت قضية فلسطين. هذه هذا اللي عم نشوفه اليوم مش غريب عليهم، يعني اللي عم ينقال واللي عم يتساوى واللي عم ينحكى بهالطريقة اللي عم بتأدي إلى مزيد من العنف، وعم تؤدي إلى مزيد من الحقد، وهالشي تخزين حقد. يعني حتى اليوم لو انحلت، إذا ما بنوصل لحل أكيد، حل للقضية الفلسطينية تكون عادلة، هذه قضية الحق، نحن قوامت هالعنف دائما. نعم دولة الرئيس، دعنا نبدأ من سبل الحل. واضح أنه اليوم في عمل دبلوماسي يواكب آلة الحرب يلي عم تقصف غزة وتقتل أهلها وناسها. بالتساوي في حركة دبلوماسية كتير كبيرة عم بتصير، ومحاولات وجولات في العواصم لمحاولة إرساء وقف لإطلاق النار. سأبدأ من الإيراني تحديدا لأنه طازة اليوم، يعني سأبدأ من زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. ماذا جاء يقول؟ ماذا حمل إليك عبد الله يعني؟ أنا حبلش من شيء طازة أكثر. كل المحاولات اليوم كل النهار هي لإنعقاد مجلس الأمن لحتى يصدر قرار بوقف إطلاق النار. لحتى الآن لم يصلوا، كان هلأ آخر موعد الساعة 10 بتوقيت بيروت الآن أن ينعقد مجلس الأمن، مش عارف إذا حينعقد ولا لا، لأنه لم يتوصلوا إلى اتفاق دول مجلس الأمن بهالموضوع. سؤالي الأمم المتحدة لشو أنشئت؟ أنشئت مشان غاية السلام ومشان غاية إحلال السلام بالعالم لما أنشئت. فاليوم هذه المؤسسة اللي هي حتكون ملجأ كانت لكل ضعيف، لكل فقير، لكل مغبون، لكل إنسان عم بيتعرض لما يتعرض له الفلسطينيين، هي اليوم عاجزة عن أخذ قرار بوقف إطلاق النار. نعم للأسف يعني، ودائما يضعون دائما ينتقدون من يستعيد حقه بالقوة ويضعون تحت سقف الأمم المتحدة. الوزير عم صحيح تفضل دولة الرئيس، وكان حقيقة بكل حديثه عم بيقول كيف يمكن تكثيف الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار. وهذا هو الأساس اليوم، وقف إطلاق النار، لأنه لا سمح الله أي تأخير بوقف إطلاق النار ما بنعرف لوين حتقودنا تطورات. نعم دولة الرئيس، ماذا بالشق المتعلق بلبنان تحديدا؟ لأن من أهم ما قاله اليوم عبد اللهيان بأن زيارته جاءت تحديدا لإرساء التهدئة في لبنان، وهون كل طرف فهمها على ذوقه هذا الكلام. ونحن نعلم أنه بالسابق زارك الكثير من ممثلي الدول والكثير من الدبلوماسيين والسفيرة الأمريكية والفرنسية وغيرها ليطلبوا أو يعملوا على وساطة لمنع حزب الله من التحرك في الجنوب والدخول في المعركة. ما مدى دقة هذا الأمر؟ ماذا نقلت لحزب الله؟ وماذا قال حزب الله في هذا الإطار؟ الحقيقة في الأسبوع الأخير من السبت الماضي لليوم أو لمبارح بالذات أو اليوم بالذات،
اليوم كان صوت الوزير عبد اللهيان، كل الاتصالات التي حصلت عليها، يعني كان عندي أسبوع حافل بالاتصالات، الاتصالات كل أركان الوزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس ماكرون، رئيس أردوغان، رئيس وزارة قطر، رئيسة وزارة إيطاليا، الأمين عام الأمم المتحدة سيد غوتيريس، جيمس كليفلي وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية تركيا، كنا على اتصال مستمر خلال 4-5 أيام الماضيين، وكلياتهم كانوا يؤكدوا أنه علينا أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بمنأى أو بعيدا عن أي حالة من عدم استقرار أو الحرب. وأنا أقول بصراحة كنت أنقل ذلك إلى حزب الله، ولاحظت أن العقلانية والواقعية عند حزب الله هي موجودة دائما، لأنه الهم الأساسي كهمنا جميعا كحكومة هو هم أن يكون الاستقرار في لبنان دائم ومستمر. ولكن أقول أي خرق للسيادة اللبنانية، نحن ملتزمون بالقرار 1701، الجيش اللبناني موجود على الخطوط الأمامية في الجنوب، نتابع ذلك مع الجيش ونتابع مع القوات الدولية، وأتمنى أن هذا الاستقرار أن يتم. هذا أقول لك بصراحة ست سمر، هذا همي الأساسي. نعم. أن يبقى لبنان مستقرا. ولكن دولة لدينا الرئيس لدينا كل واحد منا، ولدينا العقل، ولدينا هذا العقل ينقسم إلى قسمين، قسم عاطفي وقسم منطقي وواقعي. العاطفة نحن مع فلسطين، نحن مع أهلنا، مع أهلنا في فلسطين، وهذا هو مطلب حق وعدالة. ولكن بنفس الوقت ما يهمنا هو الدولة اللبنانية، هو الاستقرار والسلام في لبنان، لأن القاسي والداني يعرف ماذا نمر به في لبنان في هذه الظروف. دولة الرئيس، بعد زيارة عبد اللهيان وبعد اتصالاتك مع حزب الله، ولا أدري ما كانت الإجابات ولكن أستشف العقلانية من كلامك، هل صار عندك ضمانات وتطمينات من الجميع ما يكفي لتقول للبنانيين لا تخافوا؟ أكون صريح أنني لن أحصل إلى أي ضمانة من أحد، لأن الظروف هي متغيرات، وهي ظروف دائما نحن في كل لحظة وفي كل ساعة يوجد شيء جديد. ولكن أنا أطلب من كل هذه الدول، أقول لك بصراحة أيضا في الأيام الثلاثة الأولى كان الكل يطلب أن من حزب الله أن يضبط النفس، ولكن عدت اتصالاتي في الثلاثة أيام الأخيرة أقول على إسرائيل أن تقف من استفزاز حزب الله، أن لا يكون الاستفزاز مستمرا. ففي الأيام الثلاثة الضحايا كانوا من حزب الله، فنرى أن يوجد نوع من الاستفزاز، ولكن حزب الله حتى الآن أقول بالتعاون معنا وما أسعى إليه، تعلمين تماما هذه القرارات قرارات ليست بيدي شخصيا، ولكن أنا ما أقوم به أقوم بواجبي كاملا لحماية لبنان وحماية الدولة اللبنانية. شو يعني دولة الرئيس هذه القرارات ليست بيدك شخصيا؟ يعني كأنك عم بتقول إنه الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية لا تمتلك قرار الحرب والسلم؟ ستنا اليوم مثل ما طلع امبارح بين انه نحمل الحكومه اي عدم استقرار او الحرب مع اسرائيل. هل انت في لبنان؟ انت تتكلمين معي في لبنان ولا انت في جسر كراساو؟ انت في لبنان وتعرف الوضع، لنكون واقعيين. اقوم بما لدي، اما قرار الحرب هو بيد الحكومه اللبنانيه. اين انت؟ وين قاعده؟ أنا هون قاعدة مقابلك، بس بدي أسمع رأيك بالموضوع. أنت قاعدة مقابلي، بس عم بقول أنا عم بحكي واقع. نحن نعم نتعامل بالسياسة بكل ما لدينا. أقول نتمسك بال 1901، لبنان ذات سيادة، الجيش اللبناني حاضر على الحدود، أقوم بمسعى الأساسي مع كل الفعاليات من أجل أن لا يجر لبنان إلى حرب. هذه بكلمة واحدة وبجملة واحدة. طيب، هل سمعت جواب من حزب الله أم أنه لم يعطي أجوبة ولم يتحدث عن أي شيء بهذا الإطار؟ أقول لك أن الأمور مرتبطة بالتطورات. نعم. كل ساعة يوجد تطور جديد، ولكن لاحظت عند حزب عن عند 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 الحزب
عند حزب الله أنه يوجد عقلانية وواقعية ويعو تماما الواقع اللبناني وكل ما يحدث في لبنان. لهذا السبب أنا لا أستطيع أن أطمئن، ولكن أقول لك بصراحة آمل أن يقف وقف إطلاق النار لكي تمر هذه الغيمة على لبنان.